السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة إسلام خليفة على اليوتيوب وموقع فور سيستم. في حلقة النهاردة نتكلم عن رفع كفاءة البروسيسور أو المعالج الخاص بالحاسوب إلى أقصى درجة ممكنة. طبعا ده علشان الناس اللي عندها أجهزة ضعيفة أو البروسيسور بتاعهم ضعيف، فتلقائي أو الطبيعي إن البروسيسور ما بيشتغلش بكفاءته بشكل كامل. فاحنا النهارده هنفعل او هنشغل البروسيسور علشان يشتغل بكل قوته، علشان ما تواجهش مشكله في بطء الجهاز اثناء عمل مونتاج على الفيديوهات او تصدير الفيديوهات بمعنى اصح، او بعض الالعاب اللي عندك بتحصل عمليه تهنيج اثناء لعب الالعاب. طبعا الطريقه عن طريق احنا هنبحث عن كود اسمه MS Config، عن طريق انك بتخش على قائمه ابدا او بتخش على البحث. طبعا في ويندوز 8 هنخش على شمال الشاشه وهندوس على البحث ونكتب الكلمه اللي هسيبها لكم في الديسكربشن اسفل الفيديو، ام اس كونفيج. بعد كده هندوس عليها ونخش على كلمه بوت، بعد كده هنخش على ادفانسد اوبشن. بعد كده هتلاقي النمبر اوف بروسيسور مش متفعله، وهتلاقي المنظر بتاعها مش متفعله اصلا خالص، فاحنا هنفعل النمبر اوف بروسيسور. بعد كده هنحدد اكبر رقم موجود. طبعا هنا البروسيسور الخاص بي بيدعم اربع انويه. بعد ما تختار اكبر رقم هندوس على اوكي، وبعد كده هندوس على ابلاي، وبعد كده اوكي. هيحتاج انك ترستر الجهاز، وده شيء لازم علشان يعطي الامر ويرجع الجهاز يشتغل مع الامر اللي احنا ادينهوله، عن طريق ان هو يشغل البروسيسور بكفاءه عاليه جدا، وهتلاحظ الفرق في سرعه الجهاز وفي سرعه البرامج اللي انت بتشتغل عليها، سواء برامج المونتاج بشكل كبير. في نهايه الحلقه اتمنى ان تكونوا استفدتوا من الموضوع. ما تنسوش تعملوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واي استفسار واي تعليق تحت امركم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.